وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال في لقاء مع الإخبارية إن التحالف ضد الإرهاب قضية عالمية. هذه القضية لم تناقش بتفاصيل، ولكن أكدت على أن التحالف ضد الإرهاب هو الآن قضية عالمية، وكذلك التحالف ضد الإرهاب في منطقتنا سواء كان المنطقة العربية والأفريقية أمر هام جدا. بالأمس كانت هنالك جلسة مسائية للرؤساء الأفارقة في مجلس السلم والأمن الأفريقي، استمعت إلى تقرير تفصيلي حول قضايا الإرهاب في أفريقيا. أجمع الجميع بأن الإرهاب لا وطن له، لا حدود له، بالتالي لا بد من توحيد الجهود في كل مناطق العالم والتنسيق وتبادل المعلومات من أجل مكافحة الإرهاب، خاصة أن منطقتنا العربية والأفريقية تعج بالحركات الإرهابية. شكرا.